الورقة التانية بقى من استراتيجية المستبدين هي استراتيجية التنفيس، انك تنفس على غضبك عشان الدنيا ما تولعش. لما لقى ان الموجة عالية عليه والغضب زايد فاستخبى وما طلعش في اي مؤتمر كبير من شهر 9. انا بتكلم على السنكوح الجعر، استخبى ولم يخرج في مؤتمر كبير من شهر 9 اللي فات، من ساعة مؤتمر حكاية وطن. فواضح حد نصحه وقال له استخبى انت شوية، الناس مش طايقة وشك اصلا، وطلع شوية الاراجوزات بتوعه ينفسوا عن الغضب اللي جوه الناس، بسيطة قوي سهلة. فطلع احمد موسى يتكلم عن ازمة الدولار وهروب المستثمرين، ويعترف ان الدولار وصل لستين ضعف السعر الرسمي. فضل موضوع كله نلف وندور على الدولار، أزمة الدولار، ولابد من استقرار سعر الصرف، لازم مواجهة لهذا الأمر، لأنه ده بيخوف أي حد أنه بيلاقي النهاردة وصل 60 أو 59، يمكن تجاوز النهاردة 59 دولار جنيه أمام الدولار النهاردة سوق السود. طب عندك في البنك يعني ضعف اللي موجود في البنك، طب هنا أي مستثمر يبص على الحكاية دي وأي حد يبص على ده؟ أنا عندي البنك بتعامل بيه كام الرسمي، طب بره بقى بكام؟ هو هي دي مشكلة. وأي حد النهاردة تيجي تقول له دبر لي دولار، ده في النهارده والله العظيم في مشكله، انا بتكلم بجد في مشكله. في بعض الشركات النهارده بتنظم رحلات، تنظم رحلات فيقول لك دبر لي دولار، هاخد منك شويه بالمصري جزء والباقي دولار، اللي هو لازم تجيبه من السوق السوداء. طب ما هو ده يا جماعه عامل ارتفاع الاسعار. تعال لي يا احمد انت ايه الدخله دي يا احمد؟ بتاعت ايه؟ بتاعت تعويم. الدخله دي والسحلبه والدحلبه دي بتاعت ايه؟ بتاع التعويم. أحمد إنني أسمع طبول التعويم. أحمد معلش عيدوا للناس. أحمد تاني بيقول إيه كده؟ معلش 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 عيد تاني كده أحمد بيقول إيه؟ تعالى كده. الموضوع كله نلف وندور على الدولار، أزمة الدولار، أيوه، ولابد من استقرار سعر الصرف. بس يا حبيبي بس أحمد، أنت بتهيئ الناس للتعويم. التعويم اللي السيسي اخر مره ظهر قالك لا ما رضيتش بالتعويم، لابد من استقرار سعر الصرف. ليه يا احمد بقى؟ معلش تاني اتفضل. مواجهه لهذا الامر، لانه ده بيخوف اي حد انه بيلاقي النهارده وصل 60 او 59، يمكن تجاوز النهارده 59 دولار الجرنال جنيه امام الدولار النهارده سوق السوداء. طب عندك في البنك يعني ضعف اللي موجود في البنك، طب هنا اي مستثمر يبص على الحكايه ديت واي حد؟ بس طب ما نجيب ساويرس قال كده من كام يوم وطلعت وكلت لحمه. ما نجيب ساويرس طلع في فيديو وقال من حوالي شهر وقال لكم يا جماعه الدولار مشكله الدولار، ان انا دلوقتي كمستثمر ما اعرفش اتفاوض على ايه. انت وطلعت وسلخت لحم نجيب ساويرس، وطلع له نشأة الدين ياكله، وطلع له مصطفى بكري يشتمه. ما هو قال نفس الكلام اللي بتقول احمد، انما انتوا تتسحلبوا على ايه؟ اصل حط كلام احمد جنب المانشيت ده، وقوع التعويم ولا انتظاره، جريدة أهل مصر. طبعا دي مش جريدة، قسما بالله ده ما سكرتير فني ولا له علاقة بإخراج الجرائد، ده واحد على باب الله كده عدى قالوا له خد لطع الجورنال ده فلطع، فأنت ما تعرفش تشوف إيه ماشي، ولا في أهمية لأي حاجة، كله في البص، كله في المواني يابا، كله في المواني. بص اللطعات مش مشكلة، إنما بص فوق وقوع التعويم ولا إيه يا أولاد ولا انتظاره. يعني ايه بقى؟ حط كلام احمد موسى جنب الكلام ده هتلاقي الاتنين بيقولك ان التعويم قادم لا محالة. طب ما ده الكلام اللي قاله نجيب ساويرس من شهر، مصطفى بكري طلع اتهمه بعدم الوطنية. انتوا بتعملوا ايه في ناس كده؟ من شهر رجال اعمال ياسين منصور قاله، من اول واحد قاله نجيب ساويرس، قال لازم التعويم، لازم يبقى الدولار له سعر زي بره. احمد موسى طالع النهارده يلعب دور نجيب ساويرس، وقوع التعويم ولا انتظاره. اعزائي واصدقائي ومشاهدينا اللي ساكنين في بر مصر المحروسه، انتظروا التعويم. ما ده اللي قاله نجيب ساويرس، اللي قاله البنك صندوق النقد الدولي. ثم معلش هو احمد انت جايب وشي منين؟ مش ده يا بيبو احمد اللي قعد مع الراجل بتاع الامن الوطني ده ولا اللواء، اللي قال له الدولار هيبقى ب4 جنيه وب7 جنيه واللي معاه دولار مش هيلاقي يصرفه سنة 2017 أو 2018؟ مش ده اللي طلع لواء في الداخلية المصرية مسؤول عن الأموال العامة؟
مع احمد موسى وقال لكم على الهوى ان الدولار في 2000 ومش عارف وكام هيبقى بسبب 4 جنيه وب 3 جنيه واللي معاه دولار هتقول له اجري العب بيه، مع احمد موسى، مع احمد موسى برضو، هو احمد موسى اللي النهارده طالع يقول لك الدولار لمس 60، لا ده الدولار بقى 61. هو احمد موسى نفسه. اسمع نجيب ساويرس من شهر قال ايه كده؟ الدولار ده وارتفاع اسعار مواد البناء بيعرض المطورين، كل المطور بيجي بيبيع شقه وبيبيع عقار معين بسعر ثابت، ما بيقولش للي بيشتري ان انت والله لو الحديد زاد او لو الاسمنت زاد انا هعلي عليك بكذا. فاللي بيحصل ايه؟ ان هو لو مش شاطر ومتمهل وكان في لسه التراخيص والحاجات دي تاخره، على ما يجي يشتغل ويبني ويخلص العقار اللي هو باعه بسعر محدد بيلاقي ان هو تكلفته عدت السعر اللي باع بيه فبيخسر. فكل الناس اللي عندها النهارده عملت مبيعات كبيره جدا وكانت فرحانه بيها، لو ما نفذتهاش في سباق مع الزمن الانفليشن والغلو بتاع المواد البناء ده هياكل الربحيه وهيبقى في مشاكل جسيمه. مطالبكم طلبنا ان نحل ازمه العمله، ان يسيبونا نبيع بالعمله الحره لان ده هيدينا هيقلل من المخاطر اساسيا. مطالبنا ان لما يحصل ازمه زي كده ان الدوله المميزات اللي الدول المتطورين كانت قليله قوي بقياس لحجم الازمه. يعني لما طلع نجيب ساويرس قال الكلمتين دول من مده ربما اقل من شهر، طلعوا عليك لابس سكه ياكلوه ويتهموه بعدم الوطنيه. وطلع السيسي قال لك لا مفيش تعويم. احمد موسى النهارده بيهيئك التعويم. احمد موسى اللي طلع لواء شرطه، لواء في الاموال العامه يقول له الدولار هيبقى ب 3 جنيه واللي هيبقى معاه دولار هيقول له اجري العب بيه. جبت الفيديو يا بيبو؟ لو عندك اعرضه. من عصر الاخر يختلف. ايوه بيختلف. قلنا يا جماعه صح، قلنا حضرتك متفق معايا 17 ليس انا متفائل جدا بس ليس دور الرئيس. انا متفائل ب 17 ان الدولار هيبقى ب 7 جنيه. لا أنا نعم في اكتوبر 17 سنة. انا بقول اهو ثانيه واحده ايوه ستك ظبط مباحث اموال عامه. ايوه ما انا بقول لك بحكم الدولار السابق. الدولار في اكتوبر نوفمبر سنه 17 هيبقى ب 7 جنيه. منين المعلومه دي؟ اكتوبر نوفمبر جبتها منين؟ انا هقول لك اهو. اكتوبر نوفمبر 18 لما يبقى واحد معاه دولار وجايب لك تقول له اجري العب بعيد. لا ما تقولناش كلام. لا مش كلام هو تفاؤل. تفاؤل ماشي بس مش ب 7 جنيه يعني. بقول لك هيبقى 13 14 مش 7 جنيه. طب ما هو كام سنه في اكتوبر نوفمبر؟ لا الحال اتغير، الوضع اتغير. هيتغير هيرجع. الوضع اتغير هيرجع ازاي؟ هيرجع دلوقتي. انا عندي من الاشياء يا بيه. هو نفسه احمد موسى طالع امبارح يقول لابد من استقرار سعر الصرف. الدولار وصل 60 جنيه. بيقول لك في اكتوبر نوفمبر 2017 الدولار هيبقى ب 7 جنيه واللي معاه دولار في 2018 هيتقال له روح العب بعيد. في 2024 الدولار بقى ب 60 جنيه 61 جنيه.